عن موقع اليوتيوب. نضع إن شاء الله نشرح الدرس الأول من منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي. عنوان الدرس النهارده هو الضوء. خدنا السنة اللي فاتت إن في حاجة اسمها الطاقة، وعرفنا إن الطاقة دي هي القدرة على بس شغل، وعرفنا إن الطاقة دي عبارة عن صور. طيب زي إيه؟ قلنا زي الطاقة الحرارية أو الطاقة الكهربائية أو الطاقة الضوئية أو الطاقة الصوتية. كل دول كانوا عبارة عن صور. طيب أي صورة من صور الطاقة دي بنقدر نشوفها بعينينا؟ هل بقدر أشوف الكلام اللي خارج من بعينيا؟ هل بقدر أشوف الطاقة الصوتية بعينيا؟ لا طبعا. هقدر أشوف الطاقة الحرارية خارجة من الأرض بعينيا؟ برضه لا. طب إيه الطاقة الوحيدة اللي بقدر أشوفها بعينيا؟ هو الضوء. طيب بدل كده بقى عرف الضوء، هقول عليه هو أحد صور الطاقة. طيب بقدر أشوفها بعينيا، تمام، عشان كده هسميه لما جاء عرف الضوء هي الطاقة التي يمكن رؤيتها وتسمى بالديل المرئي. يبقى هي الطاقة التي يمكن رؤيتها وتسمى بالديل المرئي. طيب في تعريف تاني عندي للضوء ممكن أعرف هو صورة صور الطاقة التي تصل إلى العين وتسمى بالإحساس بالرؤية. هو صورة من صور الطاقة صح؟ وليصل إلى إيه؟ يوصل لعينيا صح؟ وهيسبب الإحساس بالرؤية. لو مفيش ضوء مش هعرف أشوف، يبقى هو صورة من صور الطاقة التي تصل إلى العين وتسبب الإحساس بالرؤية. طيب هو الضوء ده بيخرج لوحده ولا ليه مصادر؟ لا طبعا أكيد ليه مصادر. طب إيه هي مصادر الضوء يا باشا؟ أنا أقول عندي مصدرين للضوء. أول حاجة المصادر الطبيعية. إيه المصادر الطبيعية دي؟ المصادر ربنا هو اللي خلقها. طيب النوع الثاني عندي مصادر صناعيه، دي المصادر اللي الانسان اللي زينا هو اللي صنعها. طيب المصادر الطبيعيه زي الشمس وزي النجوم، دي برضه مصادر طبيعيه، وزي البرق. طيب المصادر الصناعيه زي مين؟ زي المصابيح الكهربائيه، اللغه، وزي مصباح الكيروسين اللي كان بيستخدموه زمان قبل ما انتشر اصلا الكهرباء اللي اسمه مصباح الكيروسين، زي الشموع. كل دول مصادر للضوء. طب مين فيهم يقدر يقول لي ايه المصدر الطبيعي للضوء على سطح الارض؟ يعني ايه الحاجه اللي بتنور لي الارض كلها اصلا لوحدها؟ برافو عليك. الشمس طبعا هي المصدر الطبيعي او المصدر الرئيسي للضوء على سطح الكوكب كله. طيب نيجي نقول بقى سؤال طبعا، ليه يعتبر القمر مصدر طبيعي من مصادر الضوء؟ أو ليه يعتبر القمر من مصادر الضوء؟ ليه القمر ما يعتبرش مصدر من مصادر الضوء؟ مع إنه كان بينور أو بنشوفه منور. ها؟ قال القمر أهو منور، بس ليه برضه ما يعتبرش من مصادر الضوء؟ برافو عليك. عشان القمر لما خدناه السنة اللي فاتت قلنا عليه ده جسم معقد، بس ليه ضوء الشمس ساقط عليه، هو أصلا مش بينور. بس ضوء الشمس اللي سقط عليه خلاه شكله منور. خصائص الضوء، طبعا الضوء زي اي حاجه في الكون اكيد ليها خصائص، مش حاجه كده لوحدها. طب ايه خصائص الضوء؟ اول حاجه كثير الضوء في الحدود المستقيمه. رقم اثنين نبذي الضوء خلال المواد المختلفه. طب يعني ايه كلمه نبذيه اصلا؟ يعني مرور، يبقى يقدر اقول عليها مرور الضوء خلال المواد مختلفة. فالثلاثة انعكاس الضوء. أربعة انكسار الضوء. خمسة تحليل الضوء. ناخد خاصية خاصية فيه. أول حاجة عندي الضوء بيسير في حدود مستقيمة. طيب هنعمل تجربة عشان نشوف ازاي الضوء بيسير في حدود مستقيمة. تعالوا معايا نشوف التجربة. أول حاجة هجيب ثلاث أوامل مسقطة، يعني ثلاث أوراق كربون فيهم صلب من المنتصف، وهجيب مصدر من الضوء زي الشمع. طيب هنعمل إيه؟ هنحط الثلاث أوامل المسقطة على استقامة واحدة، وهنور الشمع، وهنقص من آخر صلب على الشمع، هلاقي إن ضوء الشمع باين. ده إمتى؟ لما بين الأوامل المسقطة الثلاثة على خط مستقيم واحد، فالضوء هيصير في حدود مستقيمة.
طب لو شلت احد الحواجز او حركتهم الاقي ان الدوب مش باين، طب ارجعه تاني الاقي ان الدوب باين. استنتج من كده ان الدوب بيسير في خطوط مستقيمه، يبقى كده الدوب ما بيمشيش في اي خطوط وخلاص، ده بيمشي في خطوط مستقيمه. والدليل على كده لما حاطين الحواجز المستوره على خطوط واحده وواصلين من اخر الدوب لقيت دور الشمعة باين، طب ما حركت احد الحواجز دور الشمعة ما بانش. طيب نتيجه ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمه هينتج بعد كده ظاهرتين، الظاهره الاولى تكوين الصور باستمداد الثقوب الضيقه. تعالوا نشوف الفيديو ده هيوضح لنا الخاصيه دي. هنجيب بوكس كرتون ومضاد وهجيب مصدر من الضوء، هشيل احد جوانب الصندوق وابتديه بورق اسم شفاف اسمه ورق الكلب، وهجيب من الناحيه الثانيه ورق الكلب هعمل ثقب صغير جدا وهنحط الشمعة قصاد الثقب وهندور. طبعا هقعد اقرب اقدمك لحد ما ابص لضوء الشمعة فهلاقي ان ذهب الشمعة باين على ورق الكلب بس الصورة اللي باينت مقلوبة ومصورة، قال لها الشمعة باينة على الفجر اهو، بس لها باين مقلوب ومصور، فبالتالي من كده إن ضوء الشمس كان ماشي أو ضوء الشمعة كان ماشي في خطوط مستقيمة، قال لي خط اهو، جه الناحية التانية، قال لي الخط التاني يفوق، يبقى كده الضوء عشان يسير في خطوط مستقيمة هتنزل خط الفجر. ان انت هتجاوب الصورة اللي لها الشمعة باستمداد الثقوب الضيقة. طيب الفكرة دي بتتكلم في تاني. عارفين الجمهورات الحديثة؟ اه. الفكرة بتاعتها قايمة على ايه؟ يعني عارف لما جه طرحها ازاي اصلا؟ اعتمد على ان الدب بيسير في حدود مستقيمة، دي أول حاجة. تاني حاجة اعتمد على تكوين الصور باستمداد الثقوب الضيقة زي ما شفنا المرة اللي فاتت. يبقى كده فكره عمل الكاميرا هي تكوين الصور باستمداد الثقوب الضيقه. يلا نيجي نتكلم مع السؤال ده. دي الصوره اللي تتكون من اجزاء من خلال الثقوب الضيقه تكون مقبوله ومصوره. دي ما شفتهاش حته او دي ما شفتهاش كبيره. ها؟ كلام كده. برافو عليك. لان الضوء بيسير في حدود مستقيمه. تاني ظاهرة بتتكون عندي نتيجة جريان الضوء في خطوط مستقيمة هي تكوين السلم. يعني ايه تكوين السلم؟ أنا دلوقتي قسم الضوء بيسير في خطوط مستقيمة، طب إيه اللي هيحصل لما يثبت على جسم معتم زيي؟ يعني إيه؟ أنا دلوقتي لو قلت إن الإيدية دي هي جسم معتم، وإن البروجيكتور اللي قدامي هو مصدر الضوء اللي عندي، هلاقي إن الإيدية إيه اللي اتكون وراها؟ هلاقي إن في مساحة معتمة اتكونت ورا الثانية. طب ليه اتكونت؟ عشان الضوء هيثبت على ايديا، ايديا ده جسم معتم مش هيسمح بنفاذ الضوء منه، والضوء بيسير في خطوط مستقيمة مش هيقدر يعدي من ورا ايديا او مش هيقدر يعدي ايديا، فلاقي ان ايديا اتكون وراها مساحة مظلمة، هو ده الزل اللي هيتكون. يبقى انا كده لما اجي اعرف الزل هقول عليه هي المساحة المعتمة اللي بتتكون خلف ولا أمام؟ خلف الجسم المعتم. إمتى؟ عندما يثبت عليه الضوء. يبقى الظل هي المساحة المظلمة التي تتكون خلف الجسم المعتم. إمتى؟ لما يثبت عليه الضوء. خد بالك بقى، أنا دلوقتي لو قربت إيديا من مصدر الضوء، إيه اللي بيحصل لحجم الظل؟ هيزيد ولا يقل؟ هلاقي ان حجم الظل زاد. طب انا لو بعدت عن مصدر الضوء ايه اللي حصل لحجم الظل؟ قل ولا زاد؟ لا قل. يبقى ده كده كلما اقتربنا من مصدر الضوء حجم الظل هيحصل له ازدياد، يعني هيزيد حجم الظل. طب كلما ابتعدنا عن مصدر الضوء هلاقي ان حجم الظل بدا يقل فيقل حجم الظل. يلا مين يقدر يجاوب على السؤال ده؟ ليه الضوء كان بيسرع الاجسام المعتمه بيتجاوب خلفها سلم؟
لان الضوء بيسير في خطوط مستقيمه، والاجسام المعتمه الضوء مش هيقدر يلمس من خلالها، فعشان كده هيكون وراها ظل. طب السؤال الثاني، ايه النتائج المترتبه على ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمه؟ قلنا في حاجتين مترتبه على كده. اول حاجه هقدر اكون صور الاجسام باستخدام ثقوب الدايلر. طيب ثاني حاجه هيتكون ظل خلف الاجسام المعتمه. يبقى كده احنا قلنا دلوقتي ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمه، وقلنا بيكتب عن كده اول حاجه ارفع كون صور الاجسام باستخدام الثقوب الضيقه، وثاني حاجه بيكون خلف الاجسام ظل. طيب زمان كانوا بيستخدموا الظل ده في ايه؟ قبل ما يكتبوا الساعه الرقميه اللي احنا شايفينها دلوقتي كان في حاجه اسمها الذهب الشمسي، ودي عباره عن عصب مغروزه في قلب الرمل. بنقدر نحدد دلوقتي عن طريق حجم الظل بتاع العصب واتجاهه، بقدر اعرف فيه هو فين الصلاه، واقدر اعرف فيه الساعه ساعتها كانت كام بالظبط قبل ما تطلع الساعه الرقميه. طيب النوع الثاني مسرح حياه الظل ده عباره عن ممثلين بيرفعوا المسرح وفي قدامهم ستاره نصف شفافه وفي وراهم منظر من فوق، المشاهدين اللي هقدر اشوفه هيتفرجوا على زد الممثلين اللي يتكون على الستاره النصف شفاف، لو انتم شايفين ممثلين وما شايفين الزد بتاعهم اللي بيتكون على الستاره.